ومن الأمور التي تجعل الإنسان عالي الهمة أن يكون من أهل المروءة فيقصد أعلى الأخلاق وأفضلها، ويكون ممن سعى لتحقيق مصالح الخلق، فكان من أهل المروءات. إن نظرت إليه في باب الكرم وجدته متصفاً بأعلى درجات ذلك، وإن نظرت إليه في درجات حسن التعامل فإذا به تسر به النفوس وتهدأ به القلوب، وإذا نظرت إليه في التواضع وجدته لين الجانب سهله. ومن هنا فإن أهل المروءات ممن تعلو هممهم وتزداد رغبتهم فيما يعلي درجتهم في الآخرة.